المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستبعد قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية، ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يلوح بها عباس بهذه القرارات، فإن في إسرائيل من يحذر من الاستهتار بها، بينما هناك من يعتقد أن الفلسطينيين غير قادرين على تطبيقها حتى ولو أرادوا ذلك. كل وجود السلطة كالسلطة هو مبني على اتفاق أوسلو، فلما بيجي محمود عباس وبلغي اتفاق أوسلو وبلغي وجود السلطة. الحكومة الفلسطينية ستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا لترجمة قرارات القيادة الفلسطينية. ضم الأغوار وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية وفق التقديرات الفلسطينية سيغير الوضع القائم بشكل كامل، بما فيه إلغاء تلقائي للسلطة ومؤسساتها وللاتفاقات الموقعة مع إسرائيل. في العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية على الصعيد السياسي انتهت، على الصعيد التفاوضي انتهت، على الصعيد التعاقدي انتهت. ماذا بقي منها؟ بقي علاقة الأمر الواقع التي لا نستطيع لا نحن ولا الإسرائيليين القضاء عليها. علاقة الأمر الواقع تتعلق بالعمال، بالمال، بالاقتصاد، بالمعابر، بالجمارك، بالضرائب، وهذه مسألة أعتقد لا إسرائيل تستطيع إلغاها ولا نحن. وفق بعض التقديرات لدى الطرفين، فإن قرارات القيادة الفلسطينية هي استمرار لخطوات ضاغطة لمنع الضم، كان آخرها تحذير العاهل الأردني عبد الله الثاني من صدام أردني إسرائيلي، والحديث عن خيار العقوبات على إسرائيل في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. الترجمة الفعلية لقرارات القيادة الفلسطينية ستتضح على الأرض خلال الأيام القادمة، رغم أن القناعة السائدة لدى كلا الطرفين تفيد أن الخطوات الفعلية لن تتخذ قبل قرار إسرائيلي رسمي للضم. قاسم خطيب، سكاي نيوز، القدس. مرت العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية بسلسلة مبادرات سلام تعثرت جميعها. نتعرف على أبرزها.